بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بين سبورتس، نرحب بكم من ملعب محمد حملاوي بمدينة قسنطينة في طور ربع نهائي كأس أفريقيا تحت السن 17 سنة في حوار مغاربي الجزائر المغرب. مباراة عنوانها الذهاب للمونديال والتأهل للمربع الذهبي لهذه البطولة. المنتخب المغربي تصدر لعب الكرة الطويلة، تغطية من الدفاع القارة الأوروبية. بوداوي عطار مع نيس بين سبعيني مع جلادباخ في ألمانيا. هذه كرة للركنية، تغطية من رقم أربعة. هذه كرة لصالح الفريق الجزائري، خروج الحارس بن غسيل. هذا هو طه، حارس مرمى المغرب. هذه كرة جزائرية بعيدة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح الفريق المغربي. سعيد شيبة اللي قال هدف. 24 حموني، يرفع كرة عند الحارس حماش. يمسك بالكرة الحارس الجزائري حماش للفريق الجزائري. يلعب بالحماس بالروح بالجينتا، نقل الكرة بسرعة باتجاه ناير. ولكن الطاق سهلة. ينطلق بالكرة، أنا توف خسر الكرة. يتحول الآن بوغيسان للأمام، ينطلق معاد لا وجود للشيء. ضربة مرمى، سقوط معاد بوغيسان رقم 15. ولكرة القدم العربية والأفريقية، تسديد من بعيد وكرة تنتهي برا. محاولة خطيرة من الشاكير، آدم الشاكير كاد أن يفاجئ حماش. آدم الشاكير، فكرة ممتازة من الشاكير، استلم سدد سيتأهل. منتخب واحد سينتقل للدور القادم، الدور نصف النهائي. كرة للجزائر في انتظار التنفيذ الآن، ترفع كورة باتجاه المرمى عند الحارس بن غسيل حارس مرمى المغرب. شوف الإعادة، كرة محاولة مغربية والدفاع موجود. تبقى الكورة منطقة الجزائر، رأسية عند الحارس حماش. هذا هو حماش حارس مرمى الفريق الجزائري. أمامنا رقم 5 عبد الحميد إيت بودلال. انطلاق من الناير، يتقدم ناير عرضية والهدف للصالح الفريق المغربي. رأسية وسام زكريا جول. المنتخب المغربي سجل على طريقة سيري الماتادور، يمنع تقدم للفريق المغربي. كرة اختاها الناير، عرضية من الناير، يسجلها 18 زكريا. زيكو يمنع التقدم للصالح الفريق المغربي. انطلاقة واعدة جدا من أيمن الناير. ناير اختطف الكرة من المدافع الجزائري. شوف الغلطة هنا اقتناص الكرة من جانب الناير. الناير عرضية من الناير، رأسية من خلال وسان بلمسة واحدة كافية للوصول لمرمى الجزائر. رأسية رائعة من جانب. هنا كنترول سيء، خدا حموني، ينطلق حموني، يحاول مرور حموني ما يمرش. يانيس فرحات يرفع كرة، فرحات سهلة عند الحارس بن غسيل. سريع الآن للمغرب الخلال الناير، واحد لواحد ما يمرش. فرحات كرة مسترقة بالأول، تصدي موجود. تبقى المحاولة، كرة من عناتوف، محاولة جزائرية خطيرة، الانطلاقة السريعة، كرة التعادل، الحارس يتصدى، تبقى خطيرة، أوقفها بن غسيل. بن غسيل وجه لوجه يضيع زياد صالح. كرة مررها لي عناتوف. عملية هجومية للفريق الجزائري. جزائر خطير، فريق الجزائري المطالب بضربة جزاء واللي بيقول لها ركنية. الحكم الليبي المبروك محمد الواثق من قراره يقول ضربة ساوية للفريق الجزائري. في محاولة مغربية، انطلاقة سريعة، ممكن ثاني، ولكن تصدي رائع في اللحظة الأخيرة. الإنقاذ زكريا تمت. عودة سريعة، هذه عرضية خطيرة. شفنا التدخل اللي قام به زياد نجم الدين. المنتخب الجزائري الآن يتحرك،
والجمهور في هذه اللحظة للسالح منتخب المغرب لاجل الكرة الثانية. هذه كرة خطيرة والدفاع الجزائري فير ترجع كرة عند بن غسيل الحارس المغربي حاول أن توفر وصول إصابة بن غسيل. سلامات ثالثة أمام زامبيا كانت بمثابة تحصيل حاصل. هذه كرة منطقة الجزائر، هذه كرة طويلة أنا توف يتحرك ليعقوبي تبعد بالخطأ. التسديد من خارج منطقة الجزائر إلى ضربة مرمى. تظل محاولة من أمين جالو رقم 22 تعود لصالح الفريق المغربي. سيس نايف أكردو سيس ثنائي قام بعمل كبير مونديال 70 سجل في مرمى بلغاريا دراسية. فريق المغرب يظل في منطقة الجزائر. زكريا وسمة جزائرية 14 صالح زياد ولكن تدخل الشتاوي هاشمة للفريق المغربي. هذه بينية كرة خطيرة زكريا وسان جول وسان دوبيتا وسان ثنائية زكريا في شباك الجزائر. كرة سجلها وسان الهدف القادم بقوة في سماء الكرة الأفريقية. زكريا وسان بلمسة واحدة يدون الكرة الثانية في شبكة الجزائر. 2-0 كرة ضربت الدفاع الجزائري. زكريا والسال كان حاضر كان شاز بلمسة واحدة يسجل لكن في تدخل قوي بداية اللعبة في تدخل استمر اللعب يستمر اللعب. كرة من حموني هنا التمريرة لضربة الدفاع الجزائري. التأهل لكأس العالم وحاجز بطاقة في ربع الآن. كرة للجزائر ترفع الكرة منطقة الجزاء والدفاع موجود. 3-2 هذه الكرة منطقة الجزاء والبعد مع انطلاقة سريعة أقرب للدفاع. يضغط الناير والحارس محاولة جزائرية المرور وحكم المباراة المبروك يأمر باستمرار اللعب لوجود الخطأ اللي بالتاني. كرة محاولة تبدأ من جديد للمغرب خروج خط الحارس. أنا توفي تابع يخطي الحارس بن غسيل كاد ان يكلف الخط اللي ارتكب. بالتاني يلعب كوره بالتاني عند الحارس بن غسيل عن طريق وزان في الشوط الثاني. جاب الثاني كره خطيره والثالث الهدف الثالث للفريق المغربي. هذه المره هدف شاكير كره قويه من شاكير ياكد التعال ياكد الذهاب للمونديال ياكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثيه مغربيه.